أهلا بكم. كلنا أكيد يوميا بنشتري منتجات جديدة من الأسواق وأطعمة مختلفة من السوبر ماركت، لكن هل جربتم قبل كده أنكم تفكروا في مكونات كل منتج بتشتروه؟ لأنه لو ركزتم على مكونات بعض الأطعمة والمنتجات اللي بتشتروها يوميا أو عرفتم كيفية تصنيعها أو المواد اللي بتستخدم في عملية التصنيع، فعلى الأرجح هتصابوا بالصدمة. في الفيديو ده هنستعرض معاكم طرق التصنيع الصادمة والمكونات الغريبة لبعض المنتجات الشائعة واللي على الأغلب مش هتشتروها مرة تانية بعد مشاهدتكم للفيديو. تابعونا. العطور. تعتبر العطور من أهم مستحضرات التجميل واللي لا يخلو منها أي بيت، وعادة بيتم إطلاق أنواع من العطور الغالية بأسماء بعض المشاهير للدعاية، وطبعا الناس بتشتري العطر ومش عارفين هو مصنوع من إيه، حتى المشاهير اللي أساميهم على العطر مش عارفين إيه مكونات العطر ده. في الحقيقة العطور الغالية بيدخل في تركيبها مادة العنبر، وهي مادة عطرية بتستخرج من الجهاز الهضمي لحوت العنبر، وبتتم إضافة المادة دي للعطر علشان تدوم رائحة العطر فترة أطول، وتقدر تستخدم العطر بتاعك كل يوم لسنوات من غير ما يفقد شذاءه. لكن العلم فاستخدام المادة دي ممنوع في دول العالم المختلفة ما عدا فرنسا وسويسرا. أحمر الشفاء. من أهم أدوات التجميل والموجودة في شنطة كل سيدة وفتاة أحمر الشفاء، فتقريبا كل الفتيات والسيدات بيستعملوه بأنواعه المختلفة وماركاته المتنوعة، حتى إنه بعض الإحصاءات بتقول إن المرأة بتستهلك حوالي 4 كيلو جرام من أحمر الشفاء خلال حياتها. لكن فمع ذلك محدش فكر قبل كده إيه هي مكونات أحمر الشفاء أو إيه المواد المستخدمة في تصنيعه، وأكيد محدش سأل نفسه قبل كده يا ترى إيه هي العلاقة ما بين أحمر الشفاء والماعز. الحقيقة إنها علاقة وثيقة جدا، لأنه اتضح إنه من ضمن مكونات أحمر الشفاء مادة اللينولين، وهي مادة بيتم استخلاصها من دهن الماعز بعد غليه. ريد بول. كلنا طبعا أكيد عارفين مشروب الطاقة الخيالي الشهير ريد بول، وكتير من الناس بالفعل بيشربوه باستمرار للحصول على الطاقة الخرافية ولتكملة اليوم بطاقة عالية وحيوية ونشاط. لكن يا ترى ايه هي المادة السحرية اللي موجودة في المشروب ده وبتدي كل الطاقة دي وبتخلي الأدرينالين يندفع بقوة وبشكل غير عادي، وهل هي مادة آمنة ولا لا؟ غالبا محدش بيسأل نفسه الأسئلة دي، ومعظمنا مع الأسف غير مهتمين. لكن الحقيقة ان الأمر أخطر مما نتخيل، فبغض النظر عن الشائعات والخرافات اللي بتقول ان ريد بول مصنوع من بول التيران او غيره، وده طبعا كلام مش صحيح، المشروب بيحتوي على مواد سكرية صناعية خطيرة جدا بجانب السكر العادية زي السكروز والجلوكوز. السكريات الصناعية اللي بتضاف للمشروب بتزود من فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل خطير جدا، غير إن العبوة الواحدة من المشروب بتحتوي على نسبة عالية من الكافيين، ومع الوقت والاستمرارية في تناول المشروب بتسبب الغثيان والعصبية. الحلوى الهلامية. نوع من الحلوى شهير جدا وبيحبوه الأطفال والكبار كمان لجمال ألوانه الزاهية وأشكاله اللطيفة. الحلوى الهلامية أو الجيلاتينية المطاطة زي الجيلي كولا وغيرها بيتم تصنيعها من مواد معروفة وشائعة زي السكر وشراب الجلوكوز والنشا ومكسبات الطعم واللون، وبالإضافة للمواد دي بيتم إضافة مادة خطيرة جدا وهي مادة الجيلاتين، وهي عبارة عن مادة صفراء اللون عديمة الطعم بيتم تصنيعها من جلود وعظام وغضاريف الحيوانات. بمعنى أصح بيصنع الجيلاتين من بقايا الحيوانات، البقايا دي بيتم غليها وتكفيفها وتحويلها لمسحوق. الخبر السعيد هو إن في نوع من الحلوى الهلامية المفروض إنه بيصنع خصيصا للنباتيين، والنوع ده بتستخدم في تصنيعه مادة جيلاتينية مستخلصة من أعشاب البحر بتعرف بمادة الأجار. لكن المشكلة إن النوع ده من الجيلاتين نادر جدا وغالي، فبالتالي الحلوى الجيلاتينية النباتية دي مش منتشرة، لأن النوع التاني الحيواني أرخص وأكثر شيوعاً وعليه إقبال أكتر. رقائق برينجلز. معظم الناس بيعتقدوا ان رقائق البرينجلز هي عبارة عن شرائح بطاطس مقلية في الزيت، لكن ده في الواقع مش صحيح، فالبرينجلز في الحقيقة بيحتوي على 40% فقط بطاطس، والباقي عبارة عن نشا ودقيق ومية، وفي آلة خاصة بيتم خلط كل المكونات مع بعضها، وبعدين بيتم ضغط الشرائح وتشكيلها بشكلها وحجمها المعروف، وبعد كده بتتم التعبئة. العصائر المعلبة.
عادة بنلاحظ إن كل عبوات العصاير المعلبة بيكون مكتوب عليها ملاحظة بإن العصير ده طبيعي 100%، لكن بمجرد ما بتفتح العبوة وبتدوق العصير بتدرك فوراً إن طعمه مختلف تماماً عن طعم العصير الفريش، وده لأن في فرق كبير ما بين إنه يكون العصير طبيعي وإنه يكون فريش. فالعصير المعلب بيكون مصنع من مستخلص الفواكه المركز وبتضاف ليه مواد حافظة لتخزينه لأطول فترة ممكنة، أما العصير الفريش اللي بنعمله بإيدينا في البيت بيفسد أسرع، وده لأنه طبعاً خالي من المواد الحافظة. فرابتشينو الفراولة. كتير من رواد فروع ستاربكس حول العالم بيحبوا جداً فرابتشينو الفراولة اللي بتقدمه ستاربكس، وبيجذبهم جداً اللون الأحمر الزاهي اللي بيبدو شهي جداً ومغري، ومعظم الناس بيعتقدوا إن اللون الأحمر الجميل ده هو لون الفراولة، لكن مش معنى إنه لون أحمر شبه لون الفراولة واسمه في الأساس فرابتشينو الفراولة يبقى مصنوع من الفراولة. فمؤخراً صرح مصدر مسؤول في ستاربكس وكشف عن ماهية المادة اللي بتستخدم لإضافة اللون في فرابتشينو الفراولة، واتضح إنها مادة مستخلصة من نوع معين من الحشرات المجففة. الحقيقة إن المادة نفسها مش ضارة إطلاقاً، ومصرح بيها من قبل إدارة الغذاء والدواء الـ FDA، وكمان بتستخدم كمكسب لون في صناعة المنتجات الغذائية ولعقود طويلة. بنتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ومنتظرين آرائكم في التعليقات، وبنشكركم على المشاهدة. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.